لنا زغلول، أمي جابت لنا زغلول 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 زغلول. أمانة علقت ولا إيه؟ عطتك فين بقى أنت؟ طب يا ابني ما تكلش يا ابني. يلا بوندو بوندو يا بوندو انزل يا بوندو يا بوندو ما تكلش. ولا بوندو بوس 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 عم بوس لا لا تعالى برا حبيبي حبيبي. انا شفت حتى حد ولد حمام بيبوسوا غريبه دي. بس الفرد جايبه 25 جنيه بالعافيه بالعافيه. ده انا كمان سرق فلوس. الله 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 يا جمال وربنا جمال. اشتغل 25 جنيه اشتغل 50 جنيه كمان. خليك هنا يا حماد عشان اجيب لك شويه عفش. امشي يلا اهو بيت بقى يلا بيت يا بيت بيت يلا يلا يا بنت العبيطه. انا زهقت يا عم زهقت والله العظيم من القشه دي. بندق بقى كان بقاله اسبوع ضايع. اكيد بيليا لقاه يا ابن النصابة. بيليا اكيد هو اللي كان مخبيه. قعدت اقول له بيليا فين بندق فين بندق قال لي ضاع. والله العظيم رلع عبيقه يا عيني. ده كبر ده كان صغير قوي. ده انا اللي مربيه. هبص يا بندق حبيبي لسه فاكرني. اخد الشغلول اطلع اخد الشغلول شغلول 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 ام شغلول. ايه ده؟ لا ما تعملش بقى مقالب. انت مستخبي بالعفش. ايه ده؟ ايه ده؟ بقول يا عم وشاي الواد كولونيا اللي خد الشغلول بتاعك. والله يا حشيم بصراحة انا كداب. ما انت ليه يا ابني ليه بتحور يعني؟ فؤاد والله هو اللي خد الشغلول. ايوه وبيقول ان هو بيقول لي ما هو هتقول لحد وبنوش ابو هاشم كان عايز يبيعه فاهم. ايوه كمل. طب انا جاب ايه؟ انت اللي خدته يا ابني من ورا. لو شفتك واقف في الشباك ده انا هكسر عظمك. خد الحمام 5 جنيه دي حلوه عامل علامه صح. خد يا كرومي ارجع باخدكم ارجع باخدكم.